الزمالك النهارده المباراة التانية على التوالي يا أحمد، ما تقدرش تقول إن الزمالك النهارده خسر لسوء الحظ، خسر لأداء تحكيمي كان فيه بعض الأخطاء ضد نادي الزمالك. الزمالك النهارده خسر عن كل استحقاق وجدارة. المباراة الماضية أمام إنبي كان عن كل استحقاق وجدارة، يعني ما تقدرش تقول الزمالك عنده أي مبرر للخسارتين. رأيك إيه؟ دي حقيقة طبعا. أنا شايف إن نادي الزمالك النهارده يستحق الخسارة، ما قدمش أي حاجة تستحق إن هو يكسب أو حتى إن هو يتعادل. وطبعا السبب الأول في الخسارة هو طبعا مستر فيريرا، طبعا بداية من التشكيل الخطأ جدا إن هو لعب عبد الله جمعة كجناح أيسر، وطبعا فقد من حل من الحلول عنده إن هو أبو الفتوح، طبعا إن هو قفل على أبو الفتوح فبقت الجبهة الشمال طول ال 45 دقيقة مش موجودة تماما. ولما حب حتى يعدل طريقة اللعب في الشوط الثاني وبدأ يغير بقى أشرف بن شرقي، وإحنا ما بنعرفش أصلا أسباب يعني غياب بن شرقي، وهو كان بيعاقب نادي الزمالك أو بيعاقب أشرف بن شرقي، وبدأ ينزل كان ضاع شوط بحاله. وده طبعا بالنسبة للكابتن طارق عشري إن هو بيستهلك الوقت عشان عارف ان المنافس سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك بيندفع في الشوط الثاني اكتر، صح. وبيلعب على الهدف. وده علي الفيل قاله لي نصا، قال لي انه الكابتن طارق العاشر كان عايز الوقت يتحرك، وهيبدا اول ما الزمالك يفتح ويضغط هيبدا يعمل هجمات مرتده. بالظبط كده، هو نادي الزمالك بالظبط بدا المباراه من الشوط الثاني، يعني بدا من الشوط الثاني، وحتى التغييرات اللي هو عملها مستر فيريرا يعني كمان ساعدت كابتن طارق عاشري في ان هو كمان يجيب الهدف اللي هو كان اصلا رسم السيناريو ليه. يعني حتى بالتغييرات عمل تغيير غريب جدا فاجئ حتى بتاع ايمن حفني، يعني تغيير غريب قوي ان هو بتجيب لعيب بعيد خالص. اعتقد هو فاجئ ايمن حفني، هو فاجئ ايمن حفني فعلا، صح فاجئ ايمن حفني طبعا، لان انت اصلا متعادل وبدات التغيير كمان بدري، وانت بتخرج اللعيب الوحيد اللي بيخبط او بيصارع مع الدفاع، هو بيلعب اصلا باربعه في خط الظهر وبيلعب بخمسه في نص الملعب، فانت عايز لعيب قوي اللي هو عمر السعيد ايا كان موفق مش موفق، بس انت ما عندكش البديل اللي هو يقدر يخبط مع مدافعين نادي طلائع الجيش في التكتل الدفاعي، فانت هتنزل اكيد المهاجم الثاني اللي هو سيف الدين الجزيري، فالطبيعي بتنزله بجوار عمر السعيد عشان تكسر التكتلات دي، صحيح. انما انت بتعمل تغيير وبتبوظه بخروج عمر السعيد وتنزل ايمن حفني اللي هو المباراه كلها بدنيا وسرعه وكل حاجه، ولعيب جاي من بعيد قوي، حتى من حته نزل احنا ما حسيناش ان هو نزل، فده طبعا كان خطا كبير. ومن هنا بدا طبعا يفضي الملعب ان هو خرج اللعيب الوحيد بيلعب رقم 6 هو رؤى، وخلى امام عاشور اصلا مش لاعب رقم 6 تماما. ففي لحظه طبعا اللي هو كابتن طارق عاشري بيعملها، ودي من الاسباب اللي هو سايب احمد سمير عشان راح بدا طبعا الجون اللي جابه فيكتور في الدقيقه تقريبا 75، وهو ده المخطط اللي كابتن طارق عاشري بيعتمد على الاندفاع الهجومي بتاع، وكان مستني اللقطه ديت وجاب الجون اللي هو عايزه.